أنا ما راح أسكت لك. وقفي. شو بك؟ أنت ما قدرتي تلاقي شاب تاني غير هذا الشاب؟ لحظة بس، ليك ما تهينه لأنه ما فيك تحكي عن زوج قدام المستقبلي بهالطريقة البشعة. مزبوط، لأنه كونال حبيبها لقدام من كل قلبه، يعني شو بدنا غير هيك؟ صح. إيه أنا بحبها. إيه هالحكي صح، بس لحظة، يعني قدام هي اللي بدها تتزوجه، لهيك هي اللي لازم تختار الشاب، مو أنت؟ موافقني الرأي؟ معك حق، هي حياتها وهي يلي فيها تدمرها كيف ما بدها، ما بيهمني. ماشي؟ ما تاخذي حكي وجد، هو عم يحكي حكي فاضي. انت قلي، ما اجوا اهلك معك ابني؟ هو بصراحه يا ستي، يعني اهله لكونال عايشين مكان كتير بعيد، لهيك هن ما لحقوا يجوا لهون. صح؟ مو هيك؟ هن مبسوطين وحبوا البنت يلي انا اخترتها. بس يا عمي، قلي انت مبسوط لانه بدك تتزوجها؟ طبعا انا هلا كتير متحمس، ونحن كثنائي لابقين لبعض كتير بدراما، ومتاكد انه رح نكون ثنائي رائع بالحياه الواقعيه كمان. تماما. اكيد يا عمي رح تكونوا حلوين مع بعض، وغير هيك انتوا رح تكونوا احلى ثنائي بالعالم كله. يلا لكان، خلينا نبلش مراسم حفلة الخطبة. يلا تعي. ماشي ستي، منبلش؟ يلا. انت شو عم تستنى اكشات؟ بترجاك وقفني. اللي انت حاسس فيه اكشات، يلا فش خلقك وعبر عن امنيتك هلا، انسى كل شي وخلينا نبلش انا وياك من اول وجديد.